مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد، هذه المره عبر سكايب، لكن نذهب واياكم الى الجزائر. من الجزائر عبر سكايب معنا الشاعر ربيع بقدار. حياك الله استاذ ربيع، اهلا بك، حللت اهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، شاكر جزيلا هذه الاطلاله الطيبه وهذه الجلسه النيره التي ستكون طيبه ان شاء الله، ومن خلالكم أحيي جميع الأمة الإسلامية والعرب قاطبة إن شاء الله، وستكون لقاء طيبا إن شاء الله. واثقون من أنه سيكون لقاء مفعما بالمحبة والسعادة وكذلك بالمعرفة الجميلة والكلمة التي تفتح مساريب الدهشة على مصاريعها من أبواب الأمل. أستاذ ربيع، في البداية لو تضعنا ببطاقة تعريفية قصيرة بغضون دقيقتين تعرف المتلقي بك، تفضل. أولا أجدد شكري لقناة الرافدين بشخصكم الكريم أستاذ مصطفى، وأقول أن ربيع بقدار شاعر جزائري ولد في مدينة معسكر، تحصلت على شهادة البكالوريا في 1995، عمري الآن 45 سنة، ومتحصن على شهادة الليسانس في الدراسات الإسلامية من جامعة وهران. مارست الشعر منذ نعومة أظافري موهبة وسماعا، وتشرفت بأن أكون عضوا مؤسسا لبيت الشعر الجزائري في المكتب الوطني برئاسة الشاعر العربي المعروف سليمان جوادي، كما كان لي الشرف في المشاركة في العديد من الحصص التلفزيونية والإذاعية، كما المشاركة كذلك كان لي شرف المشاركة في الملتقيات الوطنية مع التكريم. جميل، ليتك تحدثنا الآن عن أثر وسائل التواصل في صقل تجربة الشاعر، وقد جئت في السيرة الذاتية المقتضبة على ذكر الكثير من الإنجازات على امتداد الخريطة الجزائرية. الآن نريد منك أن تحدثنا عن الخريطة الإلكترونية، أثر وسائل التواصل في صقل التجربة الشعرية بشكل عام، تفضل أستاذ ربيع. جميل، لعل من بركات وسائل التواصل أن كان لي هذا الديوان المشترك الذي كان طبع في العراق وشارك فيه 22 شاعرا من الوطن العربي. نعم. وكان لي الشرف أن أشارك معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فكانوا كلهم شعراء افتراضيين من الأصدقاء، فتواصلنا وعملنا على طبع هذا الديوان الذي شارك فيه كما قلت 22 شاعرا. 22، نعم. 22 شاعرا من مختلف الوطن العربي بقصائد من افضل ما انجبت قرائحهم. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي هي من اتاحت لي التواصل معكم الان في هذه اللحظه. فوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اطيافها فتحت المجال للشعراء كما غيرهم من الكتاب والفنانين ان يحتكوا بعالم افتراضي الذي هو أشبه اليوم بالعالم الواقعي. للحديث بقية أستاذ ربيع، أما الآن فنريد منك أن تفتتح هذه الحلقة بأولى قصائدك، ماذا ستقرأ علينا في البداية؟ تفضل. طبعا كنا قبل يومين على موعد مع الإسراء والمعراج. نعم. وافتتاحي هو لروح المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام: ترى تيل السنة استل من غيب السنة أحلام، استل من غيب السنة أحلام، وسما يرتل للعلا أنسام، هل أشرقت ليلات مكة، هل درت أم القرى أن الضياء قد راء، وتدفق الوحي السموم كمن ندعى، وتدفق الوحي السمو كمن ندى، اقرأ وربك ممطر الآن. الله عليك. هل كنت لولا في الخليقة أحمد، هل كنت لولا في الخليقة أحمد، أرقاه من شهد الإياب مقام، لأعود من كبد الغواية والهوى، لأعود من كبد الغواية والهوى،
يا فضل من هاب الهواة سهامه، بين الدياجي ضاء بدرك كلما، بين الدياجي ضاء بدرك كلما تلتف روحي ظلمة وقتامة. تجتاحني نورا فيحملني الصفا، تجتاحني نورا فيحملني الصفا لأضم من قبس الصفاء وسام. تحت الدثار تهللت تلك الجبين، تحت الدثار تهللت تلك الجبين، وثوبه يا طهره وتمامه. أعد آخر بيتين ومن ثم أكمل القصيدة، تفضل مجددا إلى آخر بيتين وأكمل قصيدتك. نعم. بين الدياجي ضاء بدرك كلما، تلتف روحي ظلمة وقتامة، تجتاحني نورا فيحملني الصفا لأضم من قبس الصفا وسام. تحت الدثار تهللت تلك الجبين وثوبه يا طهره وتمامه، تحت الدثار يرف شوقا من رؤى والليل يهمس ظلمة وقتام. من للهدى من غيثه من حبه بالعاشقين غمامه، كيف الشفاك أم كيف تبرأ يا أنا، أم كيف من الرحيل إقامة. ما سر من أرسى القوافي بحرها واستاق من موج النبي هيامة. الله. واستاق موج النبي هيامة. شكرا لك. الله الله عليك، ما أجملك أستاذ ربيع، حيا الله هذا الوجه النير الذي يمتدح خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البوح العذب في حضرة النبي أكثر ما يسيطر عليك كلما كتبت بيتا من الشعر أو قصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بكل صراحة وعفوية تفضل بالإجابة. عند كتابة القصيدة يؤثر محبة النبي عليه الصلاة والسلام في طابعها طابع المحبة للإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا للإنسانية، محبا للبشر. كيف هو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فلا يتركها حتى يجيبها عن سؤالها ومعه كبار الصحابة. لذلك فتحضرني إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أكتب مثل هذا القصيد، سواء في جانبه الاجتماعي أو جانبه الوطني. إذا قال لك أحدهم مثل هذه القصائد عفى عليها الزمن، أو هي قصائد مكررة من حيث الموضوع، ما الطائل الذي تنتظر أن يعود عليك من وراء مثل هذا النوع من القصائد؟ كيف ترد عليه المأمول من وراء هذه القصائد المدحية؟ نعم، بالطبع أستاذ مصطفى، هي لابد من التجديد في اللفظ، لابد من التجديد في الصورة الشعرية وتكثيفها، خاصة ونحن نجابه حداثة ونجابه قصيدة حديثة بكل مراميها، سواء قصيدة نعم. أو قصيدة نثرية، فلا بد من تكثيف الصورة ولا بد من تحديث اللفظ والتجديد في الصورة الشعرية حتى نخرج من تلك النمطية القديمة التي نعم. كان عليها المديح النبوي. لكنني أريد منك أن تسهب أكثر بالشرح حول المعنى الذي أريد لك أن تفتح أبواباً عليه توضيحاً وتفصيلاً. قد يقول قائل، لماذا تكتبون هذه القصائد المدحية وقد سبقكم المئات بالكتابة بهذا الموضوع؟ ابحثوا عن مواضيع أخرى، كيف نرد على أمثال هؤلاء؟ جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يعاني في، لا أقول النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مقامه عال وهو في مقام عال، سواء أوذي أم لم يؤذى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يدافع عن جنابه عليه الصلاة والسلام، كيف لا، والصور الكاريكاتورية مؤخرا في فرنسا وقبلها بحادثة شارلي إبدو قبل 5 سنوات، فلا بد أن يمس جانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحس
لأن الشاعر وأن النبض العربي وأن الاتجاه ما زال منساقا إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نضطر اضطرارا في مواجهة هذا الجيش العريم من مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ندافع عنه مدحا وإشادة ودفاعا. نعم، الآن نريد أن نذهب إلى قصيدة أخرى وكلنا شوق إلى قراءة جديدة. أستاذ ربيع تفضل. أنين الجراح، وهي قصيدة من ديواني الذي هو تحت الطبع. تفضل. صهوات البوح. وسموت في كهف المذاب مغيبا. وسموت في كهف المذاب مغيبا أنات جرح عابث بمماتي. ويد المنية في دمي أوصالها تقتات عمرا مثقلا بهتاتي. والليل في حالة يدغدغ أسطري، ما الليل أغنى ريشتي ودواتي. الله الله، أعد، ليتك تعد. والليل في حالة يدغدغ أسطري، ما الليل أغنى ريشتي ودواتي. يا الله. وردية وردية أبغي الرؤى وكأنها تبغي السواد، وجيعة لمساتي تغتالني بين الضباب قصيدة مني إلي مجعد الأبيات. تغتالني بين الضباب قصيدة مني إلي مجعد الأبيات، وحقائب البوح السجين كما أنا، كن يا ربيع البوح من نبضاتي. يا الله. كن يا براق البسم ناحت رحلتي، كن يا براق البسم ناحت رحلتي، فعلى الرحيل تناثرت خطواتي. كن يا براق، كن يا براق البسم ناحت رحلتي، فعلى الرحيل تناثرت خطواتي. يا روحها في حضنها خنق الشقي بهاءها وشفافة البسمات. يا روحها في حضنها خنق الشقي بهاءها وشفافة البسمات. يتسلق الموت السجين، يتسلق الموت المسجى أينما وجد المنية ضمها لحياتي. يتفجر الصخر الأصم لخشية، يتفجر الصخر الأصم لخشية، يمثال ماء سلسل القطرات. يتساجد الحجر المعانق صلبه، يتساجد الحجر المعانق صلبه، ويئن بوح اللين الحصوات. ظل أنا أم عتمة المزن المسافر حالما، يا قصة العتمات. ظل أنا أم عتمة المزن المسافر حالما، يا قصة العتمات. أم دمعة بين السفوح وحرقة، وكما الخريف تساقط الدمعات. يا الله. كلي جراح يا أنا، كلي جراح يا أنا، كلي جراح. جراح يا أنا، بين الضمى بين النيوب تدافعت صرخاتي. يا الله. كلي جراح يا أنا، بين الضمى بين النيوب تدافعت صرخاتي. اقرأ كتاب التيه واقرأ ليلتي، واطلب وميض الحب من ظلماتي. لا سقف لي إلا الرماد، لا سقف لي إلا الرماد، ولا مدى غير السراب بقيعة الكلمات. لا لون لي إلا أنا متجلبا صوت السواد. لا لون لي إلا أنا متجلبا صوت السواد دفينة قسمات. لو تنحني بين الحجار نفوس من سجدوا لقلب عابد النزوات. يا الله. يملي على دمع اليتيمة شرعه، يملي على دمع اليتيمة شرعه، والأيم يسقي علقم الرشفات، والأيم يسقي علقم الرشفات. شكرا. والأيم يسقي علقم الرشقات. يا الله، ما أجمل هذه التعابير.
التي تنحاز بها إلى جراح أمة لا تزال تئن بانتظار مخلصها من أبناء جلدتها، لا بانتظار وهم ربما لا يعود عليها إلا بمزيد من الضياع. فخلاصنا يكون بأيدينا وبامتثالنا إلى تراثنا، إلى ديننا الذي هو بحاجة إلى عودة صريحة منا. عن المسافة وكيف ألغتها التقنية في حاضرنا المعاصر، حبذا لو تحدثنا قليلا. شاعرنا الجزائري الجميل جدا ربيع بقدار، تفضل أستاذ ربيع. أستاذ مصطفى، أنا الآن أحدثك من الجزائر، والمسافة بين أسطنبول والجزائر آلاف الكيلومترات وشاسعة جدا. كانت الناس تقضي ليالي للوصول إلى ذلك المكان، وكان الناس يسافرون الشهور. واليوم أنا الآن بحمد الله في لحظة وفي لوحيظة أقول أتواصل معك وأتلو عليك ما جادت به على كل حال محاولات قلم الرهيب. أحسنت، أحسنت جدا. إيجابيات الانفتاح على ثقافات الشرق بشكل عام من وجهة نظر شاعر جزائري ينتمي إلى المغرب العربي الكبير. تمام، هي الانفتاح على الشرق طبعا. الجزائر كانت في أيام الاستقلال، كانت في أيام الاستقلال تفتقر إلى من يدرس أبنائها اللغة العربية. نعم، وأساتذة الشرق آنذاك من العراق ومن سوريا ومن مصر التي نسأل الله، ومن سوريا التي نسأل الله أن يفك أسرها، كانوا يصلون إلى الجزائر لكي يعلموا الجزائريين مبادئ اللغة العربية. وما زلنا لحد الساعة نفتقر إلى التواصل والتقارب مع الشرق، سواء في مجال الاحتكاك الشعري أو المجال الأدبي، حتى نستفيد أكثر. وما زلت أنا لحد هذه الساعة أفتح وسائل التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب حتى أستفيد من تجارب غيري من شعراء الشرق الجزائري الشرقي. نعم، أقول المشرق العربي، وأنت نعم واحد من مصطفى. لكنك أستاذ ربيع ضد من يصنف هذا أدب مشرقي وهذا أدب مغربي، وإنما هو أدب واحد. بالعكس، الأدب اللغة العربية يجب أن يكون هناك من يخدمها، سواء كان مشرقيا أو كان مغاربيا. أحسنت. فاللغة العربية بحاجة إلى من يمدها ويثريها، ولسنا في حاجة إلى التقسيمات التي فرضتها علينا اتفاقية سايكس-بيكو أو اتفاقية أوسلو. فنحن بحاجة إلى كسر تلك الحدود ثقافيا إن لم نقل سياسيا. أحسنت، أحسنت. خذنا الآن إلى قصيدة تكسر بها جمود اللحظة، وبعيدا عن خشونة بعض الأسئلة، إلى نعومة المعاني وتحليق في سماء المجاز. إنها مجازات ربيع بقدار إلى قصيدة جزائرية أو قل عروبية أو إنسانية جديدة. تفضل اقرأ ما تحب. أسئلتك رائعة وليست خشنة أستاذ مصطفى. أشكرك. أسئلتك جميلة، أن تثري ما في داخل الشعر. أن يأتي الثناء منك خير من أن أثني على نفسي. تفضل واسمعنا قصيدتك الجديدة أستاذ ربيع، كلنا شغف وشوق إلى ما ستلقيه علينا لا. تفضل. طبعا نعرف كلنا القضية الفلسطينية وما آلت إليه من تشرذمات وآراء، هي تعيش حالة صعبة لم تمر فيها من قبل بالتاريخ، حالة عزوف، حالة ربما انفضاض. هناك من ينفض عن القضية هذه الأيام ويراها أصبحت عبئا. إلى القصيدة ربما تخفف عليها، أي القصيدة أو القضية الفلسطينية تخفف عنها بشعرك بعض همومها. تفضل أستاذ ربيع. مري على جمر المدى، مري مري على جمر المدى، في غمرة المعنى ألم شتاتي، في غمرة المعنى ألم شتاتي، وألف من سبع السما ورقاتي. لانت بأوردتي جبال حكايتي، وتفجرت من جوفها ثوراتي. سلني عن الدنيا ولست بسائل، إن كان للدنيا نصيف فتاتي. يا الله. سلني عن الدنيا ولست بسائل،
إن كان للدنيا نصيفه تاتي طافت عيون القدس مسجدها دمي وتوضأ الأقصى بدمع دواتي. يا قبلة هتف الكتاب بقلبها واستعطرت في أشرف الليلات. يا قبلة هتف الكتاب بقلبها واستعطرت في أشرف الليلات. نام الذين تخاذلوا في حضن من سفك الدماء واستنزف الحرمات. حرا حرا ولدت يا ابن مريم تعتلي، حرا ولدت يا ابن مريم تعتلي ريش الملائك، ريش الملائك في غفا القربات. رام اغتيالك في عيون صبيتي، رام اغتيالك في عيون صبيتي، رام اغتيالك في عيون صبية في مهد طفل مشرق البسمات. اي والله تأويه عين للقصيدة أحرف، تأويه عين للقصيدة أحرف ثكلى تسبح في سما القربات. مري مري على جمر المداد قضية، مري على جمر المداد قضية. لم يبرد الحرف الدفي بذاتي، من ذا يرد عن الحياة كتابها؟ كم لملم التاريخ حرق رفاتي، من ذا يرد، من ذا يرد عن الحياة كتابها؟ كم لملم التاريخ حرق رفاتي. سأظل يا قدس الشموخ مرتلا لبيك وردا في دجى الصلوات. يا الله سأظل يا قدس الشموخ مرتلا، سأظل يا قدس الشموخ مرتلا لبيك وردا في دجى الصلوات. سيظل عظمي شاهدا من ذا الذي سحق الهماجم إماما. سيظل مجددا مجددا، ليتك تعد البيت الأخير تفضل. سيظل عظمي، سيظل عظمي شاهدا من ذا، سيظل عظمي شاهدا من ذا الذي سحق الجماجم لاعبا بمماتي. يا الله تبا لمن خان القضية وانحنى بموالد الأهواء والظلمات، تبا لمن خان القضية وانحنى، تبا لمن خان القضية وانحنى بموالد الأهواء والظلمات. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يسل السيف من جنباتي. تلكم وربي نفثة الغيران، لا يرضى الكريم بذلة وشتاتي، لا يرضى الكريم بذلة وشتات. والله لا يرضى ولن يرضى الكريم بذلة أو شتات، ولكنه الواقع القاسي يفرض علينا أحياناً ما يكون أقوى منا، لكننا بإيماننا بالله أولاً ثم بأنفسنا قادرون على كسر إرادة هذا الذل وهذا الشتات والعودة إلى قدرنا الذي نستحق. أستاذ ربيع، معينك لا ينضب وكله عذوبة، لكن لابد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وعبر سكايب من الجزائر معنا الشاعر ربيع بقدار. حيا الله أستاذ ربيع مجددا. أستاذ ربيع هل أنت معنا؟
أنا معك أستاذ مصطفى. أهلا بك، دعنا الآن نتحدث عن الاستفادة التي يمكن أن تجنيها بشكل أفضل من وسائل التواصل وبحسب متابعتكم. حدثنا عن الفائدة التي عادت عليك شاعرا وبكل صراحة، تفضل. من أطيب الفوائد أستاذ مصطفى أن تقريبا جميع المشاركات التي شاركتها سواء كانت على المستوى الإذاعات الوطنية أو المشاركات التلفزيونية أو الملتقيات الوطنية كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. وطبعا هذا حتى هذا الديوان مناديل قصيدة عذراء، وهو ديواني الأول المطبوع في الجزائر هنا، كان بسبب التواصل الاجتماعي، فقد اتصلت بالجهات الطبع وسهلوا لي طبعه وتجهيزه. فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة بجانبها الإيجابي طبعا. أستاذ مصطفى، عن الرسالة، ماذا عن القصيدة الرسالية وفكرة أنه من الضروري أن يحمل الشاعر رسالة ينافح عنها ويكافح في سبيلها؟ طبعا أستاذ مصطفى، تفضل. أقول أن للشاعر هم لا بد أن يكون بداخله، ذلك الهم يتنوع، إما أن يكون إنسانيا أو عروبيا أو دينيا، فلا بد للشاعر أن يحمل هما بداخله ويكافح عنه. فمن الشعراء من له هم حول واقع الطفولة المعاش في الآونة الأخيرة ومعاناة الطفولة، وتجده أكثر ما يكتب عن الطفل. ومن الشعراء كذلك من له هم حول القضية كما كنت أقول سالفا، والذي لا يحمل رسالة، والذي لا يحمل رسالة كيف تنظر إليه بصراحة وبدون تجميل العبارات أستاذ ربيع؟ من لا يحمل رسالة حتى وإن كان يقدم لغة متوازنة، ماذا تقول فيه أو ما هي نصيحتك له؟ العرب قديما كانت تنعت الشاعر سالم كانت تنعته بالمهلهل، وهو لأنه رقق الشعر وهبط مستواه اللغوي والاستعمالي. وأنا أرى الشاعر الذي لا يحمل رسالة معه فهو شاعر مهلهل فضفاض هلامي، لا يمكن أن يقدم هماً ورسالةً وواقعاً إلى غيره. فلا بد للشاعر أن يحمل في طياته فلسفةً ورسالةً ينافح حتى يوصلها إلى غيره، فإن لم يوصلها ستكون بعده للأجيال اللاحقة، وإلا فهو مجرد كلام ومجرد لعب بالقوافي والكلام على حسب اعتقادي ورأيي أستاذ مصطفى. وكذلك القصيدة هي دعوة مفتوحة للحرية، موجهة للأجيال المستمعة والمعاصرة، وهي كذلك دعوة للتشبث بالحق موجهة للأجيال اللاحقة. أستاذ ربيع، إلى قصيدة متجددة ومجددا إلى الشعر، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ سأقرأ عليكم صهوات البوح. خذنا إلى تلك الصهوات، ونرجو أن تكون صهوات جواد لا يمكن أن يكبو يوما، ولعله ينادي الأحرار من أجل ديار تنتظر وحرية لا بد آتيها. وقطر من بحرك أستاذ مصطفى، تفضل. أستغفر الله، تفضل. صهوات البوح. من يرتقي حجب الهواجس والرؤى، من يرتقي حجب الهواجس والرؤى ويسل من نبع الطيوف قطوفه، من يرتقي حجب الهواجس والرؤى ويسل من نبع الطيوف قطوفه ويراوغ السر الجميل بخاطري فيحيكني شعرا يلم حروفي، فتلامس الهمس الرهيف محابري. ليتك تستريح بجلستك قليلا أستاذ ربيع لتبدو صورتك أكثر جمالا، تفضل أعد البيت الأخير وأكمل. ويراوغ السر الجميل بخاطري، ويراوغ السر الجميل بخاطري فيحيكني شعرا يلم حروفي، فتلامس الهمس الرهيف محابري من روحها مطر البهاء خريفي، ويحقطني من بعد يومي قصة ألفية
رج الهدير رؤوبي ويغازل اللحن الرخيم قوافيا ويغازل اللحن الرخيم قوافيا للمرهفات وشائجي وعزوفي قد كنت دهرا قبل دهري شاعرا والشعر بعد نهايتي وحتوبي. الله الله الله. قد كنت دهرا قبل دهري شاعرا والشعر بعد نهايتي وحتوفي وضعيف جسمي للقيود أمده ويهابني السجان حين وقوبي. يا الله. لنواصب الأطلال كنت مدامعا لنواصب الأطلال كنت مدامعا لمعامع الصهوات حكي سيوفي من حضن ماشطة المتابع حكايتي قد نسجت أكفانها بنزيل. ليتك تعتدل بجلستك قليلا إلى الوراء أستاذ ربيع حتى يتسنى لنا رؤيتك بشكل أفضل. أي نعم هكذا تفضل، أعد البيت الأخير أو البيت السابق ومن ثم واصل إلقاء القصيدة وأعتذر لتداخلي ومقاطعتك مرة أخرى. لا عليك سيد. تفضل. لنواصب الأطلال كنت مدامعا لنواصب الأطلال كنت مدامعا لمعامع الصهوات حكي سيوفي من ماشطة المتاب من حضن ماشطة المتاب حكايتي قد نسجت أكفانها بنزيفي. هيا اركبي صهو الجمال قصيدتي أو أمطري غيث السنا لقطوفي والساقطي من كف من نفر الهوى والساقطي من كف من نفر الهوى وتجلببي من مشرقي وخسوفي ثم اقرئيني من فتاتك علها تقتات من ثدي الصفاء كفوفي. الله الله الله، ما أجمل هذا النزف، يؤثث لحياة أفضل ويؤسس جيلا لا ينفصل عن قضية لابد أنها منتصرة يوما من الأيام. هذا الانتماء العروبي، هذا الانتماء الإنساني الذي أراه حاضرا بقوة في قصيدتك ربما يدفعني إلى سؤال من نوع مختلف قليلا وفيه شيء من المشاكسة. باعتقادك ما هو أبرز أو ما هي أبرز حالة تراها مسيطرة على المشهد الشعري في هذا الوقت؟ وحبذا أن تحدثنا الآن عن الحالات السلبية التي ترجو أن تختفي من المشهد وترى أنها مسيطرة عليه في هذه الأيام. تمام أستاذ مصطفى، الغرض الذي إذا هيمن على الشاعر إذا هيمن عليه غرض واحد دون التطرق للأغراض الأخرى مثلا كالشعر الذي يخرج من الذات، يعني باختصار أنا أريد أن أقول أن إذا سيطر على الشاعر غرض معين دون أن يمس الأغراض الأخرى وإذا لم يكن له هم إنساني فنقول أن الشاعر مقصر نوعا ما. فأنا أعيب على كثير من الشعراء من ناحية الغرض إيجالهم وتوسعهم في الشعر النسيب أو شعر الغزل، وإن كان شعر الغزل جميل وفيه الكثير من الوصف وكثير، لكن الشاعر عليه أن لا يكون ميالا بشكل كلي إلى غرض الغزل حتى أحسنت. تجده بعيدا عن أمته وبعيدا عن دينه وواقعه. أحسنت أستاذ ربيع. إلى سؤال ملغوم نوعا ما، من هم المتطفلون على الشعر باعتقادك؟ تحدث كيفما تحب. المتطفل على الشعر هو الذي لا يملك آلية للشعر، لم يقرأ شعرا أولا لم يحفظ شعرا ولم يحفظ لغيره ولم يتعلم من غيره ثم أتى ليكتب لنا خاطرة وسماها شعرا. فأنا من وجهة نظري أن النثر نثر والشعر شعر، النثر عليه يرتكز على الأوزان الخليلية أو التفعيل على الأقل، أما أن تكتب القصيدة النصرية ويروج لها على أنها شعر فهذا مما أراه في رأيي أنه مجحف بحق الشعر وحق تاريخ الشعر وحق كبار
الشعراء. لكنها ليست قصيدة ربما كما يرى كثيرون يا أستاذ ربيع، أم أنك تراها قصيدة أي مشروع النص النثري؟ النص النثري هو جميل من حيث الكثافة اللغوية، من حيث كثافة الصورة وكثافة الطرح. نعم قصد، هل هو قصيدة؟ هل النص النثري قصيدة أم هو نص وفم قائم بذاته؟ أقول أنا كرأيي الشخصي أنا لا أراه جنسا أدبيا خاصا كالخاطرة والشعر. أحسن. أما أن أراه قصيدة فمن وجهة نظري الخاصة أني لا أراه، وهي يقاسم وهذه الوجهة أستاذ مصطفى يقاسمني الكثير فيها. أكيد ولا شك في ذلك. أن الجنس الأدبي للقصيدة هو جنس خاص، حتى النظم يعني لا يمكن أن نصفه بأنه شعر وإن كان شعرا موزونا. نعم. حتى النظامون في المسائل العلمية يعتبر نظما، ولم يقل الناظم يوما أنه شاعر، بل يقول أنه عالم فقه أو لغة. أحسنت. أحسن الله إليك. كصاحب ألفية بن مالك حينما نظمها شعرا حتى يسهل على تلامذته حفظها وكذلك على الأجيال اللاحقة تعلمها. ليتك الآن وقبل أن نذهب إلى القصيدة الجديدة تحدثنا عن الجرح. أكثر قصيدة تجرحك أستاذ ربيع بقدارة شعر الجزائري، هل هي قصيدة الإنسان، قصيدة الحب، قصيدة الغزل، قصيدة الوجع اللحظي الذي يفرض ذاته عليك، أم قصيدة الذات التي تعكس مرآة نفسك وما خفي في داخلك عن أكثر ما يجرحك في الشعر؟ نحن نريد أن تعترف الآن، تفضل. هو ليس اعترافا، على كل حال القصيدة التي تمسني أو تجرحني هي قصيدة الإنسان عموما، وكثير الله عليك أثرت إعجابي يا رجل، هذا ما نريده، قصيدة الإنسان، القصيدة التي تنتمي إلى الوجع، التي تنتمي إلى الواقع، التي تنتمي إلى حزن أهلها ولا تنسلخ عنه. أكمل أطربنا بقولك، إن نثرك جميل كشعرك أستاذ ربيع. شكرا لك، هذا من ذوقك. تفضل. أن هذا العنوان الذي اخترته مناديل قصيدة عذراء، غالبية القصائد التي دونتها هنا هي قصائد غالبيتها إما أن تمس وجع الوطن أو وجع الإنسانية أو وجع الطفل، لذلك فأنا أميل أو أنا ميال كلما أرى منظرا محزنا لطفل عربي، لطفل لأرملة، لثكلى، فأنا لا يمكن إلا أن أحمل قلمي لأكتب ما أستطيع كتابته، ولا يمكن أن أغير الواقع ولكني أحاول أن ألونه. ونريد منك أن تلون مساءنا بريشة الجمال مجددا وقصيدة جديدة أستاذ ربيع، تفضل وألقي علينا قصيدة أخرى. همسات تحت سفح الأوراس، الله، قصيدة وطنية. تهامسني الجزائر سحر لحني، تهامسني الجزائر سحر لحني، فيرقى العسف في غمس انتشائي، وأكتب في ظلال الحب دهري، وحلمي في جنى الأوراس نائي. طبعا الأوراس هي جبال في الجزائر. نعم. وأكتب في ظلال الحب دهري، وحلمي في جنى الأوراس نائي، أهزهز في رباها هدير بوحي، فأسمو من علاها إلى ارتقائي. يا الله. توشوشني النجوم بدوح ظلي، توشوشني النجوم بدوح ظلي، ويحملني القصيد إلى النقاء، ويصرخ في عروقي كل عشق ليرسمها الجزائر من دماء، ويصرخ في عروقي كل عشق ليرسمها الجزائر من دمائي، ويسري الليل في وطني نهارا، ويسري الليل في وطني نهارا، ومهد الأرض من برج السماء، أسبح للمعارج من ثراها، أسبح للمعارج من ثراها، وأروي الروح من غمر اعتلاء. تنادمني الحروف فمنك أدنو، تنادمني الحروف فمنك أدنو، فيكتبني القصيد مع ارتوائي. تنادمني الحروف فمنك أدنو، فيكتبني القصيد مع ارتوائي، وأقطف في سماء الحب نبضي،
وأقطف في سماء الحب نبضي تحفحفه الملائك للبقاء تهادى النجم في علمي وضيء نجم في علمي وضيئا هلال ماس من عبق الولاء تهادى النجم في علمي وضيئا هلال ماس من عبق الولاء يرفرف يا سماها لهيب حبي يرفرف يا سماها لهيب حبي فيخبو الجمر من هفف احتمائي يكلمها الخلود وداد شوق يكلمها الخلود وداد شوق تزركشه السنابك للبقاء يكلمها الخلود وداد شوق تزركشه السنابك من ضيائي بلادي قد وهبتك ما أروحي بلادي قد وهبتك ما أروحي وكل الروح ألبسها فنائي بلادي في هواي كوجه بدري كشمس الكون في نسق الضياء بلادي الدمع في أرق الليالي وحضن الأم في برد العراء يا الله بلادي الله مطرها جمالا بلادي الله مطرها جمالا فسال المزن أعد أعد ليتك تعد بلادي بلادي الله مطرها جمالا فسال المزن من ظهر الحناء يا الله تسيح الكون تسيح الكون قافيتي وشعري وكل الكون في كوخي وماء تسيح الكون قافيتي وشعري وكل الكون في كوخي ومائي جزائر قد كتبت بغيث عرقي بياض الثلج في ليل الشتاء جزائر جزائر قد كتبتك أعد جزائر قد كتبتك غيث عرقي بياض الثلج في ليل الشتاء الله ما أجمل هذا البياض الثلجي حدثنا عما تود أن تعينك القصيدة على تحقيقه شاعرنا الجزائري المتألق بانتمائه للوطن ولأهله ودينه حدثنا عما تود أن تعينك قصيدتك على تحقيقه في قابل الوقت والمواعيد والله صدقني أستاذ مصطفى تفضل عندما تترك بعد عندما نترك بعد مغادرتنا لهذه الدنيا كلاما وقصائد ودواوين تترك وتنطلق من أفواه الأجيال القادمة فذلك غاية ما نريد أحسنت صدقني أستاذ مصطفى لا نطمح من الدنيا سوى أن تصل كلمتنا للأجيال اللاحقة ويقال هذا الكلام لفلان ويترحم علينا كذلك بهذا الكلام وحتما هذا ستصل الرسالة وسيكون هذا الرجاء حقيقة لا وهما أستاذ ربيع الآن أريد منك قصيدة قصيرة مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد لأن الوقت أوشك أن يداهمنا إلى قصيدتك الأخيرة وحبذا أن تكون قصيرة والمعذرة منك على هذا التحديد تفضل مع عذرك مقبول أستاذ مصطفى شرفتني أن أكون معكم هذه الليلة وأشكركم ونحن أكثر سعادة والله سأهدي هذا المقطع لروح الأمير عبد القادر تفضل وأنا من أحفادي ومن مدينة التي ولد ونشأ فيها الأمير عبد القادر أقول ومقطع قصير يممت نحو سروج النجم بوصلتي يممت نحو سروج النجم بوصلتي ولذت أركب قرب البدر أجملها يممت نحو سروج النجم بوصلتي ولذت أركب قرب البدر أجملها ثم امتطيت خيول المجد أسئلة خجلا يكسر ذيل الصمت أولها الله 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 أعد 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 من البداية مجددا لم تصل الفكرة أو لم نطرب بما يكفي أعد مجددا تفضل يممت نحو سروج النجم بوصلتي ولذت أركب قرب البدر أجملها ثم امتطيت خيول المجد أسئلة خجلا يكسر ذيل الصمت أولها من أثر القبضة الحبلى من أثر القبضة الحبلى ترتلني نايات بيعته
بوحا لأحملها. أناي أناي تنسج بين الظل دوحته، دردار تغرس دون الأيك محفلها. أناي تنسج بين الظل دوحته، شجرة الدردار. نعم. أناي تنسج بين الظل دوحته، دردار تغرس دون الأيك محفلها. هو الأمير، هو الأمير، وترثي الأرض وقفته، يستل من لجة الأحرار أكملها. هو الأمير، وترثي الأرض وقفته، يستل من لجة الأحرار أكملها. رحب الدوات وبحر الحبر صحبته، وسبحة 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 في شموخ الليل أرسلها. رحب الدوات وبحر الحبر صحبته، وسبحة في شموخ الليل أرسلها. والسيف بين صدور الخيل يرهبه، والحرب ويح رياح الظلم زلزلها. الهاشمي نزيل البيت آل هدى، فتى وينصب للزهرى منازلها. الله الله، حق للجزائر، كل الجزائر، أن يباهي الأرض برجل صنع التاريخ كعبد القادر الجزائري. وربيع عبد القادر لابد آت بصورة ربيع الذي يشاركنا لحظة الشعر ويقاسمنا خبزها وملحها، أو بربيع الجزائر الذي لابد آت بسواعد أبنائه المتشوفين حرية يستحقونها. أستاذ ربيع، قد دار الشعر الجزائري، وصلنا إلى الختام، ماذا تقول في نهاية هذه الحلقة من بيت القصيد بعجالة لو سمحت؟ والله كل الشكر لإتاحة هذا المنبر وهذه الفرصة، شكرا كثيرا لقناة، شكرا لشخصكم الكريم. أشكرك. وأود من خلال هذه الفضائيات ومن خلال هذه المنابر أن تفتح أوسع الكلمة، أن يفتح مجال للبوح إشراقة الشعراء والأدباء إلى العالم أجمع. سعدنا بك الشعر الجزائري ربيع بقدار، شكرا جزيلا لك، ونرجو منكم أعزائنا المشاهدين أن تتابعونا في الحلقات القادمة من بيت القصيد، حيث يتجدد الموعد وإياكم. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. اللقاء.